مساء الخير، هذا كثير بن علي بن محمد بن اكمل مثنى البريزي، يحييكم ويشد رديكم كالعادة. أنا سبقت أن نبهكم أنه حسين العباسي هو أسقط الورى وسميته توت، وسميته من الناس الكل بالتوت، وقلت له أنتم بالاتحاد وجاي من الخنزير وأنتم بالاتحاد وكسر حسين العباسي صافح اليوم الأيادي القذرة والمجرمة والمتسخة بالأموال العربية المجرمة والقذرة والدموية، صافح قتال أرواح. انت قتلت قلق اذبح عندكم، انا نفس شكري بالعيد الكافر، وناس ترشقون القومي من ترشقون الكافر، وناس يذبحوا لكم الجنود نتاعكم ذبحان وهم احياء. صح وفرح به وشرب بالماء وقطوه الغريبه والبقلاوه وكلام تحت حفونات ويعطي فيه في الاكسجين باش يمنعوا من الدمار الشامل من الاختناق. الاخوان المجرمون يتقنون اللعبه السياسيه كاجدادهم العرب، دخلونا هند الشعوب بدر خرافات وزيد تفتح سوانا تهمونا اللي نحن مسلمين ونحن عرب. اي مسلمين اخوي تحبوا روحكم مسلمين، اما عرب كيف لا كيف نايكو مش عرب، وكانكم عرب ولاد القحبه برا السعوديه بلاد زبدوا لكم السعوديه 10 مليون و999 الف و999 يبقى في زبدوا من كان انا وحدي في تونس بلادي. اخرجوا عليهم من دار الزبي بلا بابا وامي وجدودي وعروش ماسينيسا وعليسا وحنا بعلو الرفع طلبها فكم الكلب وبرجيبة برجيبة عمره ما كان يعمل بروح وعار جميع اللي يحبوا الاستعمار يمشيوا اللي يقولوا جدودنا عرب يمشيوا عند العرب يمشيوا حجوا عندكم حج تيخوا به ديريكت الربي معناتها عندكم الكعبة وقدور العرب كامل انتم الكعبة وقت تحبوا العروبة والاسلام برا غاديك هذه بلادنا نحن وسوف نحررها منكم يا اولاد القحطة. قلب الشهيد شكري بالعيد والشهيد محمد بلال وجمهور بلال بلياسر وزب تمشيتوا تصحوا بالزب. تقولكم يكونكم زب يكونهم زبوا امهم بالبونه و700 الف و500 الف شدوا زبوا امهم كتاسيسي ورموا زبوا امهم بالبحر كله مهبول يعطيكم عصمه. مال الشعوب الحره كيفاش تسقط الانظمه؟ ما تدمروا بالبونه وبالكرتوش وبالعرق. حكومتي قال وقتي حكومة ما قلت لكم هكا العالم عملوا حكومة تحت الأرض ضد الكعبة، عملوا واحدة تحت الأرض واحدة واحدة واضحة ولا عملوا واحدة في النهج ولا في المنفى، وجيبوا الفلوس ولمدوا ونظموا الشعب عسكريا وعقائديا وحقديا ضد هؤلاء الغربان المجرمين. كانوا جايين البريك يهدون ويسبوا زي سب سب بلادي أنا تونسي. أنا نقول إنه تونس مش زبون السعودية ماشي جدي أنا مش عقبة مخاع. اللي جاء اول ما جاء هز 30,000 صبيه تسلا صغيره هزوهم للنيك. اخي اللي صار في سوريا مش قلت لكم قبل ما تبدا الحروب تبدا الدرب قلت لكم راهم جايين باش يقول لكم سيقوا من السوريين وعدوها الثلجه نتاعهم السوريين هم يشوفوا في علم اليقين علمنا نحن ولد القحبه مش كلام تلعب اللي تربي باش نقول اللغه العربيه اللي عندهم هي اللي تربى انا ماذا بيا نحكي لما زال وباش نتعلم زكم لغتي انا قالوا تياسر تحشوا فيه الكل عم غنيني والله لك راجل مشيت حتى قعدت حدا البيج ياكل خرجي يتمليكوا عليك. اني تجمع تجمع هيك تحكي مع التجمع هيك قاعد مع التجمع وتتحالف مع التجمع هي فيك الصحه سيدي. الاطاحه بالنظام الاطاحه بالنظام الى العرب المجرمون هو الحل الذي يمكن الوحيد اللي لازم نستعملوه ضدكم. امتحوا بالنظام وراجعوا تاريخنا كله ولغتنا وحضارتنا كلها تتنهض من هالخمس جنة عندما 12 قرن ولا 1200 شفاكو بين داني فيك ولا ريحك الحسينيين ماهمش ثلاثة ترك طاق درشكون الفاطميين هما ضد الشباكي هما درشكون الشباكي يحكموا تونس يحكموا برديبة طرد ميشيلي بعثروا به رد القحبة قدامك محمد مزاري في العروب الإسلامي السعودي النيال صاحب الماثري حديت خرجناه من القمة ولا تو في الشوليه يلعبوا في العاب وشو ميكسي لو شنو امباسادور انت ما كنت ترجع له بس انت مش كنت تعبين عليه وبن عليه عمل امريكا تقول انت تو ليه ما نفكم حتى واحد مش ليه عنده طرف شهامه وطرف كرامه هاي تو في الديره في برج الليل عيد الليل عيد غدو عيد المراه عيد المراه تبقى معاهم كل المراه انت ممكن ضد التساوي في الحقوق في الارث اه حرام يقعدوا ملف في الحياه وزيهم القحط قالوا عيد المرأة فماش عيد المرأة المرأة الوحيدة التي يجب أن نحتفل بها هي تونس وقت نحرها بالكامل مع هؤلاء العربان المجرمين ما كمش الطحانة نتاع الاتحاد العام التونسي للشغل كل الكوادر نتاع الاتحاد العام التونسي للشغل مسؤولة
على هذه الجريمه القذره والبشعه اللي قام بها حسين العباسي ضد مصلحه الشعب وضد تونس. الذين يغدرون بتونس الان هم البيروقراطيين الذين باعوها في عهد بورقيبه وفي عهد بن علي وباعوا في عهد الاسلام الجديد المتجدد فيه. جايبين امام جرعه مش ولا ودرسوها اللهم دمر الاخوان المسلمين اللهم دمر اللهم دمر وتدعوا كيف يعطيكم داء دمرهم ربي اهو اهو كان شي دمرهم ما دمرهم كان الذريع يا نياك يا جبناء. وانا جاء الساحه الجامعيه واتحاد الشغل وكل الناس كنت تعرف كنت خالقها بالضبط وانا الاخوان جاي كنت خالق وكلكم ما تنجموش تكذبوه الشاهد يا الطحانه يلعن ضب ورم الشعب يرضى بين شكون استفعل في امه وفي جده وفي جدوده ويلتسب بريم حتى النبي قال ادعوا من ابائهم حرام التبني هاو النبي انت العرب قال لك انتم مزقكم بيو وليس بلي زراب كلي زراب شب وزبد انا الكرب يا نهار تضرب زبي سكته قلبيه من الزب ورم العصب نتاعكم. سلام على شعبنا وما تبقى منه هذا روح الله وروح شعب تونس. أقسم بن علي بن محمد بريك القرطاجني من باب من فهد باريس يحييكم ويتبوي على اخواننا المجرمين ومن صافح ايديهم. بديها من حسين العباسي ومن سنة اخر الطحان مازال يتحمل همين المأبون. وانت يا باجي برجولية ايا عاود اسفي الماكينه نتاعك ونحب مشولا العداء التام والمطلق لكل الذين يصافحون ايادي الخمج من السقاط. اتخاذ الشغل مش هو باش يجيب تحسين الثوره ولا توبينها. الشعب التونسي لا انت يا باشا تقوم دور بورقيبه في التحرر الوطني تو الشعب التونسي حصلك من زبور من الاخوان المجرمين. سلاما على شعبنا وانا ثورته من خط النصر هذا روح الله وروح شعب تونس مره اخرى من بنزين يحييكم ويشد على ديك ديما التليفونات الغالية.